السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب حمد جابر الجابري من مدرسة جاسم من حمد الثانوي للبنين تحت إشراف الأستاذ شريف باجات السربي. تكلمنا قناع مصنع من سهل صنان وشيتوزان لمقاومة العفن الأسود أثناء جائحة كورونا. أولا، في عام 2021 تحديدا في شهر مايو ويونيو في الهند وصلت جائحة كورونا إلى الذروة القصوى من حيث عدد الحالات، حيث كان يتم تسجيل من 300 إلى 400 ألف حالة يوميا في الهند، وأدى ذلك إلى انهيار الأنظمة الطبية ولعدم وجود التعقيم المناسب لإقناعة الأكسجين المستخدمة في أجهزة التنفس الصناعي. توفرت البيئة الرطبة المناسبة لنمو الفطر الأسود، حيث بلغ عدد حالات الفطر الأسود في الهند أنذاك 45 ألف حالة، ونسبة الوفيات منهم 50%، واللي ماتت منهم بعض منهم قد اضطروا إلى استئصال عظام الفكين أو الأنف أو العينين لعدم وصول العدوى إلى المخ. أولاً، القشريات البحرية تعد من النفايات التي تلوث البيئة وتم التخلص منها كمخلفات في البحر، وتبلغ عدد هذه المخلفات أو هذه النفايات من 6 إلى 8 مليون طن سنوياً، وللتخلص من الطن الواحد يكلف 150 دولار، أي بمعنى أنه يكلف الدول مبالغ طائلة وكبيرة للتخلص منها. وأيضاً نانو شيتوزان المستخلص من الكيتين الذي يتم الحصول عليه من قشريات البحرية يعد من البوليمرات الطبيعية المنتشرة في العالم بعد السليلوز، طبعاً يعتمد في المركز الثاني، ولذلك اعتمد قناعنا على إعادة تدوير هذه المخلفات القشريات البحرية واستخدام النانو شيتوزان كمكون أساسي لهذا القناع. ثالثاً، للحصول على الشيتوزان المعاد تدويره من القشريات البحرية، أولاً علينا أن نحضر القشريات البحرية ومن ثم نغسلها بماء مقطر ونجففها في جهاز الأوتوكلاف، ومن بعد ذلك نطحنها بالطحانة، ومن ثم نزيل البروتين الذي يوجد في القشريات، ومن ثم إضافة هيدروكسيد الصوديوم تحت مدة ساعتين في درجة حرارة 65 مئوية، ومن ثم نغسلها بماء مقطر ونضيف حمض الهيدروكلوريك في لمدة نص ساعة تحت حرارة 25 تلزية، ومن ثم نزيل البروتين مرة أخرى ونضيف كلوريد الصوديوم ونضيف الأسيتون لمدة 5 دقائق تحت حرارة 25 لإزالة اللون، ومن ثم نغسل غسيل التجفيف، وأيضا من بعد ذلك سوف نحصل على الشيتوزان. وبعد المرحلة الأولى حصلنا على الشيتوزان الذي هو أمامنا. ومن ثم لتصغير وحدة الشيتوزان إلى نانو شيتوزان يقوم بعمله بكفاءة أعلى وأكبر، أحضرنا موادتين غير متجانسين ووضعناهم في دورة مع الشيتوزان تحت الدوران المغناطيسي 15 لمدة 15 دقيقة للحصول على النانو شيتوزان. المرحلة الثانية لاستخراج مستحلب النانو شيتوزان وضعناه في القناع التقليدي، ومن ثم ضغطناه وتركناه لينشف، ومن ثم حصلنا على هذه النماذج الثلاثة الموجودة. رابعاً، قمنا بقياس مقاومة الفطر الأسود، مقاومة النانو شيتوزان للفطر الأسود في المختبر تحت أربع تركيز الكنترول والعشر جرام والعشرين جرام والثلاثين جرام من النانو شيتوزان. رأينا في الكنترول الذي لم يوضع فيه النانو شيتوزان أنه لم تحدث أي مقاومة وبقى الفطر الأسود كما هو منتشرة. في التركيز العشر جرام بدأت المقاومة تكبر فشيئاً بعد الأيام، وكانت مقاومة قليلة نوعا ما، وفي التركيز 20 جرام زادت مقاومة النانو شيتوزان للفطر الأسود، ومن ثم التركيز 30 جرام كانت مقاومة كبيرة بما يكفي لتثبيت الفطر الأسود. خامسا، من الاستخدامات الطبية لإقناع النانو شيتوزان أنه منتج آمن وقابل للتحلل، وينقل المستحضرات الطبية والأدوية من خلاله، وعامل قوي ومضاد للفطر الأسود. التسويق، قيمة التسويق للشيتوزان في عام 2022 وصل إلى 34 مليون دولار،
وقيمة التسويق المتوقع الوصول إليه في عام 2028 هو 58 مليون دولار، ونسبة النمو هي 7.8%، أي أن هذا مجال الشيتوزان مجال واعد للاستثمار ويدل على أهميته، وأن هذه صنعت لأجل مستهدفة لأجل جميع المرضى في العالم. منتجنا منتج آمن وصديق للبيئة، يستخدم طرق إنتاج خضراء ولا يستخدم مواد كيميائية ضارة في إنتاجه، ويتحلل في غضون 4 أسابيع في التربة، على العكس المسك التقليدي الذي يأخذ عشرات السنين لتحلله. وأيضا أضيف إلى ذلك أنه منتج آمن وصالح للاستخدام البشري عامةً.